أول الرئيسي للكار، وينطلق شوط القعدان. والكلمة إلى الزميل مطلق بن علي الأنسي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون، مشاهدين الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. تحية مسائية في هذا المساء المبارك، مساء يوم الجمعة 14 من فبراير 2020، حيث ننطلق في هذه الأمسية المباركة من أرض ميدان التحدي بمنطقة الشحانية، وعلى الهواء مباشرة نقلا حيا مباشر لهذه الانطلاقات الخاصة بهجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة ولقاياهم السبق المعروفات. انطلقنا وعلى بركة الله توكلنا في مسيرة في أول الأشواط المسائية الخاصة بالقعدان. قبل أن أخوض هذا الشوط، أهني شعار الشحانية على فوزه بالمركز الأول في شوطنا الماضي، وهوايل التي حققت ناموس الشوط الماضي الشوط الأول بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري الذي قادها في أول الأشواط المسائية، لينطلق على بركة الله مندفعا أيضا هذا الذهبي مع دكاك المحتل المركز الأول في هذا المسار بشعار الشعار الأدعم الكبير المركز الثالث والثاني، المركز الثاني اللي غير إلى المركز الأول. هذا محلل ومحلل صاحب إنجازات كبيرة بشعار هجن الشحانية، ينطلق على المركز الأول محلل في صدارة ومقدمة الشوط المركز الثالث. نشوف المركز الثالث هذا سمران بشعار هجن الشحانية أيضا عند محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الرابع الزعيم بشعار هجن الشحانية أيضا بمتابعة شبلي المضمرين جابر بن سالم بن فاران المري. عندنا الرقم 9 ينطلق في المركز الخامس عرقان لهجن المرخية بمتابعة المضمر عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي. هذه النتيجة المبدئية متابعينا مشاهدين الكرام. 4 أسماء انطلقت في موقع واحد، شعار الشحانية، اختلاف المضمرين. عندنا سالم بن فاران المري، وعندنا محمد بن خالد بن عبد الله العطية، وعندنا شبل المضمرين. 3 مضمرين مع الشعار الأدعم الكبير الذي يخوض هذا المساء، تجربة مميزة في هذا المساء المميز. شعار الشحانية ينطلق ومحلل على المركز الأول. هذا الاسم اللي بحط ترشيحي على محلل وعلى الله. نعم، أعرف محلل يا أخواني، هذا محلل اللي يحتل المركز الأول، أعرف هذا القعود جيدا. هذا صاحب إنجازات وسجلات حافلة، ويقوده من؟ يقوده الذهبي سالم بن فاران، أحد الخبراء في عالم سباقات الهجنة. هذا هو ينطلق على المركز الأول، عليه الرقم 13 ويحمل لواء والشعار هجن الشحانية، الشعار الأدعم الكبير. نشوف المركز الثاني، هذا الشبل خطير، وعندنا الزعيم اللي يحتل المركز الثاني بقيادة الشبل المضمرين جابر بن سالم بن فاران المري. نقلة أخرى إلى صاحب المركز الثالث دكاك على المركز الثالث مع الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الرابع رقم 5 سمران، شكله جميل، أدائه أجمل. على المركز الرابع يقوده محمد بن خالد بن عبد الله العطية، أحد المميزين وأحد المشاغبين، أحد المضمرين المشاغبين، أطلق عليه اسم المشاغب لما له من مشاغبات في الأشواط
الأشواط الرئيسية، تحديدا في الأشواط الرئيسية يحب أن يشاغب ويداعب المراكز الأولى دائما دائما، يحصل على رموز مع أشعار الشحانية على مستوى شعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعد، حصل على سيوف هذا المضمر المشاغب متابعا لهذا الشعار الأدعم الكبير. المركز الخامس ما في تغيير، عندنا عرقان لهجن المرخية وقيادة عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي على المركز الخامس. هذا النداء متابعينا مشاهدينا الكرام، ندائي الثاني لهذه المجموعة، وأعود إلى من رشحته، أعود إلى ترشيح أبو سعد اليوم، ترشيح أبو سعد يا أبو جابر، ترشيحي على المركز الأول، محلل يا شبر المضمرين، محلل يا شبر المضمرين، يا جابر يا بن سالم يا بن فرعن، الله يا أخوي خل محلل الزعيم يا سالم يا بن فرعن، الزعيم يتصدر المشهد، ينطلق في صدارة، يحلق مع شبل المضمرين، ولكني لازلت أصر على محلل، موقعي ممتاز مع محلل. الله على المركز الثاني محلل بشعار هجن الشحانية، والمركز الثالث والرابع أيضا، الثالث الهجن الشحانية والرابع. مرحبا بإنتاج أم الزبار وشعارها غازي هجن أم الزبار، حمد بن سالم بن حمد بن مريك المري، خطير هذا. المركز الخامس مشهور لهجن الشحانية، والمضمر هو المضمر الذهبي سالم بن فران المري. وين افتتحنا الكيلومتر الأخير، لازلنا مع الصدارة، مع صدارة شحانية في هذا المسار، والأمور مع الزعيم. قب يا محلل، يا سلام، لازلت مصر على محلل، ولكن الأمور شبل المضمرين هل سيفعلها في هذا الرئيسي، في هذا الشوط الرئيسي هل سيفعلها؟ والله سواها شبل المضمرين. الله، جاكم العطية، جاكم محمد بن خالد بن عبد الله العطية، جاكم الغربي، والهوى غربي. لا والله راح شبر المضمرين، راح بالناموس يا ابو جابر. الله على المركز الاول الزعيم، تهنئة مسائية شحانية ايضا في هذا المساء اخرى، مع شبر المضمرين، مع الزعيم على المركز الاول، دائما زعيم الشعار الادعم، دائما زعيم. الله، تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمضمر جابر بن سالم بن فران المري الذي قاده بدون اي اوامر، ما هناك اي اوامر تذكر على هذا الزعيم. تهانينا والناموس على فوز الزعيم بالرئيسي في هذا المساء في رئيس القعدان، تهانينا والناموس. المركز الثاني محلل لهجن الشحانية، المركز الثالث الغربي لهجن الشحانية، المركز الرابع رقم 4 غازي لهجن أم الزبار، المركز الخامس مشهور لهجن الشحانية. متابعينا مشاهدينا الكرام، انتهت مجريات شوطنا الرئيسي الخاص بالقعدان بعد معركة طاحنة بدأها دكاك، وأيضا حضر محلل، ولكن الناموس شحاني مع الشعار الأدعم الكبير، والزعيم زعيم القعدان في هذا الشوط في هذا الرئيسي يحقق ناموس ولا أروع عصات البلطانة، طبعا بدون أي أوامر، التوقيت طيب، 7 دقائق 34 ثانية 8 جزء من الثانية، توقيت الزعيم. تهنئة لهجن الشحانية ولشبر المضمرين الذي يتابع الزعيم في هذا الرئيسي المسائي الجميل، حقق هذا الناموس. هذا محلل اللي رشحته أنا، 7 دقائق 37 ثانية 27 جزء من الثانية، تهنئة لهجن الشحانية وتهنئة للذهبي سالم فران المري على فوز محلل بالمركز الثاني. المركز الثالث 7 دقائق 37 ثانية 86 جزء من الثانية، هو توقيت صاحب المركز الثالث
الغربي الهجن الشحاني عند محمد بن خالد بن عبد الله العطية. انت